أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار سياسي. حلقة اليوم آخر حلقة في عام 2017. كنا نتمنى أن تكون بنهاية هذا العام مشاكل العراق قد انتهت كلها، وأن يعود الأمن والأمان إلى ربوع العراق، وأن يعيش العراقيون في عامهم المقبل عاما أفضل من الأعوام التي سبقت. أما فيما يخص حلقة اليوم سنتكلم عن ميليشيات الحشد الشعبي وعن انتهاكاتهم الكثيرة في العراق، آخرها أن ينشروا قوات لهم على الحدود العراقية، ولا نعلم لماذا، هل هي المسؤولة اليوم عن حماية حدود العراق أم أنها من ستؤمن الحماية للأجندات الخارجية الأمريكية الإيرانية؟ وما هو مستقبل العراق في ظل الصراع السياسي بين سياسيي اللحظة وبين قادة الحشد؟ وكيف سيكون مستقبل العراق بعد الآن؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل لقائنا هذا لنتابع معا التقرير التالي. انحسار تنظيم الدولة وتقلص نفوذه في معظم مناطق وجوده في العراق وسوريا فتح الباب أمام ميليشيات الحشد لفرض السيطرة على الحدود المحاذية لسوريا غربي البلاد، وإعلان التقائها بجيش النظام السوري وميليشيا سوريا الديمقراطية تحت عنوان ملاحقة مسلحي التنظيم. آخر الأنباء القادمة من الحدود العراقية السورية تتحدث عن نشر قوات إضافية من ميليشيا الحشد لمساندة قوات حرس الحدود بحسب تصريح قيادة العمليات المشتركة. المتحدث باسم العمليات حيرسول أوضح أن نشر قوة إضافية من الحشد على الحدود هو إجراء مؤقت وطبيعي لمساندة القوات الحكومية بعد تعرض الأخيرة لإطلاق نار من داخل سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية. أما مسؤول ميليشيا الحشد في المحور الغربي للأنبار قاسم مصلح فقال إن وجود الحشد عند الحدود العراقية السورية جاء نتيجة لتعرض نقاط تابعة لحرس الحدود لضربات صاروخية مجهولة المصدر وتأخر الإسناد الحكومي. ويبدو أن ميليشيا الحشد باتت ساندا أساسيا للقوات الحكومية في معظم مناطق البلاد، وربما يتعدى دوره في الإسناد إلى أخذ زمام المبادرة، تاركا القوات الحكومية خيارا رديفا بالنسبة للعبادي، وهو بخلاف ما يعلنه رئيس الحكومة الذي أكد في مناسبات عديدة أن مهام الحشد لن تتعدى حدود العراق. كما أن تحركات الحشد الأخيرة وانتشاره على الحدود بداعي الإسناد يتزامن مع مطالبات لميليشيا بدر بالحفاظ على الحشد وتسليحه واعتباره الضامن الأبرز للأمن في العراق، لا سيما بعد تصريح مرجعية النجف التي أكدت فيه أن نهاية تنظيم الدولة لا تعني نهاية ما سمته الإرهاب. نهاية الحرب على تنظيم الدولة لا تعني أيضا نهاية مسلسل انتهاكات الحشد في مدن العراق، إذ تعلو الأصوات الشعبية المطالبة بنزع سلاح فصائل الحشد التي يقولون إنها مسؤولة عن انتهاكات واسعة في مناطقهم المستعادة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، دعوني في البدء أرحب بضيفي معي عبر سكايب الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق الدكتور غازي فيصل. أهلا ومرحبا بك دكتور غازي. يا مرحبا، أهلا بك، حياك. حياك الله في برنامج حوار سياسي. وأيضا معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مازن التميمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مازن. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله. أبدأ معك دكتور غازي. دكتور، في هذه الأيام عام آخر ينتهي، هل تعتقدون أن مشاكل العراق انتهت معه؟ أكيد مشاكل العراق اليوم تتراكم بطريقة معقدة واسعة تتعلق بمختلف المستويات الاقتصادية الاجتماعية السياسية. اليوم الاقتصاد العراقي عليه ديون تقدر ب 133 مليار دولار، هناك أكثر من 100 مليار دولار العجز المالي الاقتصادي للعراق. يحتاج العراق اليوم أكثر من 300 مليار دولار لإعادة الإعمار وفق تقديرات البنك الدولي، وهذا مبلغ جدا محدود قياسا للدمار الهائل اليوم اللي طال جميع المدن العراقية في المنطقة الغربية، خصوصا الموصل اللي تم تدمير أكثر من 80% من البنى التحتية
والسكن والجامعات والمصانع والكهرباء والجسور إلى آخره. أيضا هناك أكثر من 5,200,000 نازح في الداخل في المخيمات في المعسكرات، يعيشون ظروف قاسية صعبة وفق تقديرات الأمم المتحدة. هذا يشكل تحدي خطير على صعيد الأمن الوطني العراقي واستقرار البلد. اليوم العراق بلد غير مستقر، يتعرض لأعمال العنف، تجتاح المنظمات الإرهابية مثل ما لاحظنا من 2003 اليوم. نعم تم القضاء على دولة الخلافة الإسلامية، لكن في واقع الحال لم يتم القضاء على الجذور المولدة للإرهاب في العراق وفي سوريا وفي المنطقة. هذه الجذور أو العناصر والعوامل المولدة اللي هي ذات طبيعة اقتصادية اجتماعية أو فلسفية سياسية، هناك تمييز مذهبي أدى إلى ظهور العنصرية المذهبية والعنف والعنف المتبادل في العراق. واحدة من الأسباب الأساسية لمظهرة أو لظهور العنف في المنطقة هو ظهور دولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي تشكل واحدة من الاتجاهات الخطيرة في تغذية الإرهاب. اليوم إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم وفق تقديرات المجتمع الدولي والأمم المتحدة. على هذا الأساس نعم. عفوا دكتور غازي، أستاذ مازن، في عام 2017 كيف تصفونه على الصعيد السياسي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. الحقيقة هو كان أسوأ من الأعوان اللي سبقتها، بدليل أنه حصل خلال عام 2017 عملية تدمير منظم لمحافظات كثيرة بحجة محاربة الإرهاب، وأيضا كان عام 2017 شاهد على عملية النهب والتدمير والتهجير والترحيل والخطف، وبدليل أنه كثير من الميليشيات استفحلت واستأسدت خلال عام 2017 وانتشار الحرس الثوري الإيراني، وأصبح العراق يخضع بالمطلق إلى السيطرة الإيرانية وإلى قاسم سليماني، وبالتالي شاهدنا ولاحظنا عمليات القتل والتهجير اللي مورست واللي ارتكبت بحق أبناء شعبنا من قبل الميليشيات ومن قبل الحشد وبدون أي رادع، وبالعكس كانت الحكومة ربما ساند لهذه العمليات. ولذلك أنا أعتقد عام 17 هو امتداد للأعوام التي سبقته من حيث الظلم والتدمير، لأن هذه العملية السياسية ومن على سدة الحكم في العملية السياسية هو جاء لأجل تدمير العراق وتنفيذ انجازات خارجية، وخصوصا أن يجعل من العراق مستعمرة إيرانية. وبالتالي كان عام 2017 هو تتويج للأعوام اللي سبقتها من حيث الجرائم ومن حيث الطائفية ومن حيث الهيمنة الإيرانية ومن حيث الفساد المستشري في الدولة أفقيا وعموديا. فبالتالي هذا العام هو الحقيقة كان الأسوأ، وخصوصا لاحظنا عمليات التي حصلت في الأنبار وفي صلاح الدين وفي الموصل، دمرت مدينة الموصل بالكامل من قبل هذه من قبل الميليشيات ومن قبل التحالف. وبالتالي أيضا الآن المرحلين والمهجرين والنازحين لا يزالون في العراء دون أي إجراء من شأنه أن يعيدهم إلى مناطقهم سوى الوعود. نعم. ولذلك أنا أعتقد سيبقى العراق في هذا الوضع طالما هناك عملية سياسية بائسة تجتم على صدر العراقي. دكتور غازي، اليوم في العراق هناك العديد من الأزمات، هذه الأزمات كيف تعلقون عليها؟ نعم، مثل ما أشرت قبل قليل هناك الأزمة الاقتصادية. اليوم العراق بأفضل ظروفه في السنة القادمة وفق تقديرات البنك 90 مليار دولار إذا نجح في بيع الغاز أيضا بجانب النفط، لكن الرواتب اللي تقدم للموظفين بسبب التضخم الإداري الكبير، إذا هذا مبلغ ضخم، يعني في يعني الجيش، القوات المسلحة، الإدارة. أيضا نشير أن أكثر التوظيفات هي توظيفات ذات طابع شخصي عائلي، على سبيل المثال في وزارة الداخلية فقط يوجد أكثر من 300,000 موظف أمي لا يقرأ ولا يكتب. هذه كارثة على صعيد الإنتاج والإنتاجية. أيضا يقدر الخبراء أن الموظف اليوم في العراق لا ينتج أكثر من ساعة من الثمان ساعات اللي يعمل بها
ضمن إطار الدوام الرسمي. إذن هناك هدر بالطاقة، هدر بالمال العام، هناك أيضا الفساد المالي، هذا يشكل أزمة حقيقية كبيرة. اليوم تم إلقاء القبض على عدد من القيادات العسكرية الكبيرة في الجيش، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي وغيرها من القيادات العسكرية. إذن الفساد المالي يطال المؤسسة العسكرية، يطال مؤسسة الحشد أيضا. هناك بعض القيادات متهمة بالتأكيد بالفساد وهي التي تحمي الفساد، هناك الوزراء، المسؤولين في الأحزاب، القيادات، البرلمان، هناك شخصيات كبيرة موجودة في الأحزاب السياسية أيضا يطالها موضوع الفساد، اللي على سبيل المثال حسب ما يشير إن نوري رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب السابق عادل نوري يشير إلى 600 مليار دولار أنفقت بدون وجود أي إيصالات. هناك 206 مليار دولار أنفقت هدرا على مشاريع وهمية، هذه كوارث حقيقية. يشير الدكتور تشلبي إلى أنفاق أكثر من 300 و200 مليار دولار أنفقها البنك المركزي عبر عملية التصريف اليومي للبنوك، وقسم منها بنوك وهمية وللشركات. وأشير هنا أن إيران تلعب دور خطير في مجال تبييض الأموال وتحويل العراق إلى البلد رقم واحد في العالم في مجال تبييض الأموال حسب منظمة الشفافية الدولية في سويسرا. إذا هذه كلها شكل كوارث اقتصادية حقيقية. لا ننسى أيضا من 2003 لليوم أكثر من 13300 مصنع لا تعمل، كانت تعمل قبل 2003 وتوفر منتجات صناعية للسوق العراقي. أيضا أذكر أن هناك 158 مليون دونم صالحة للزراعة في العراق، اليوم لا يزرع منها أكثر من مليون دونم فقط، ويستورد العراق أكثر من 92% من الغذاء. هذا خرق غذائي للأمن الغذائي خطير في العراق باعتماد العراق باعتباره بلد ممكن يكون البلد رقم واحد على صعيد الإنتاج الزراعي في الشرق الأوسط، يتحول إلى بلد مستهلك كبير ويستورد 92% من حاجاته الغذائية. أستاذ مازن، ميليشيات الحشد الشعبي اليوم لها اليد الطولة في العراق، لماذا برأيكم؟ أكيد لها اليد الطولة لأنها مدعومة إيرانيا ومدعومة حتى من حكومة المنطقة الخضراء، إضافة إلى أن المرجعية الدينية وفرت لها الغطاء الرسمي لكي تتصرف ويتكون لها اليد الطولة في مقدرات الأمور بحجة محاربة داعش. فبالتالي هذا الحشد والميليشيات المرتبطة في إيران هي القوة الحقيقية على الأرض، وهي التي من يقرر ويرسم السياسة العسكرية تحديدا. ولذلك نعم، هي كان يراد لها أن بحجة أنه وجدت مرحليا لمواجهة داعش، لكن هذا المخطط هو ليس صحيح، كلمة حق يراد بها باطل. الحشد هو جزء من الميليشيات التي نشأت ونمت وترعرعت ودعمت من إيران، وكان هذا الحشد بمثابة الحرس الثوري للعراق، مستنسخ من الحرس الثوري الإيراني. ولذلك كانت قيادات هذا الحشد جميعها قيادات الميليشيات التي نعرفها سواء في بدر وفي المجلس الأعلى وغيرها من الميليشيات، هم يشرفون على هذا الحشد. وأبو مهدي الجمال المهندس هو أحد قيادات التي تعتمد عليه إيران، إضافة إلى هادي العامري، إضافة إلى قيس الخزعلي. كل هؤلاء الآن هم يمثلون الحشد، وهؤلاء مرتبطين بنور المالكي الذي هو يخضع بالمطلق لسيطرة إيران ويأتمر بأوامر إيران. وجميع هؤلاء الذين هم في الحشد بقياداتهم يخضعون إلى ولاية الفقيه ويؤمنون بدولة ولاية الفقيه. فبالتالي نعم، له اليد الطولة لأنه إيران تريده له أن يكون القوة الحقيقية على الأرض ويكون الذراع القوي لإيران، وهو مدعوم من قبل إيران. ولذلك أيضا الحكومة أضعف من أن تحجم هذا الذراع أو تحجم قوة الحشد، بدليل كثير من الانتهاكات التي حصلت في المناطق الكثيرة من العراق. كان الجيش يتفرج على جرائم هذا الحشد ولا يفعل شيء ولا يمنع شيء، وحتى رئيس الحكومة لن يستطيع يوما أن يقدم أحد أطراف هؤلاء إلى المحاكم أو إلى القضاء. وهذا دليل على أنه الدولة هي تحكمها الميليشيات، وأحسن وصف لهذه الحكومة هي حكومة ميليشيات بامتياز. نعم دكتور غازي، هل أصبحت اليوم الميليشيات قوة رديفة عن الجيش العراقي؟ هي في الأساس مثل ما نعرف تشكل قوة موازية للجيش العراقي، هذه هي نظرية
الإمام خميني في ولاية الفقيه وفي الدستور، هو اللي ابتدأ فكرة تشكيل المنظمات أو المؤسسات الموازية للمؤسسات الرسمية، وكانت وظيفة الحرس الثوري الإيراني هي مؤسسة موازية للجيش الإيراني، لكن وظائفها الأساسية في الداخل وفي الخارج على نطاق واسع للتدخل بالشؤون الداخلية للدول، دول الجوار وفي أفريقيا وفي آسيا، تدريب، معسكرات، تجنيد، تسليح، تجهيز، نشر فكرة ولاية الفقيه، وخلق قاعدة من منظمات الشباب المسلحة وغير المسلحة للتمهيد للثورات المسلحة، أعمال مسلحة ضد الدول، لأن بالأساس الخميني لا يؤمن بالدولة الوضعية، لا يؤمن بالدولة المدنية، وهو يعتبر هذه الدول أصلا هي خارجة عن الشرع الإسلامي من وجهة نظره الشخصية، وبالتالي يجب تقويضها، وأداة هذا التقويض هو الميليشيات والحرس الثوري الإيراني، حزب الله في لبنان، الحوثي وانقلابه في اليمن، تنظيمات سرية إرهابية في البحرين، تنظيمات إرهابية ميليشياوية في نيجيريا، ظهرت أيضا تنظيمات في باكستان، ظهرت في الهند بعض التنظيمات الخطيرة في آسيا الوسطى وهكذا. إذن هي الحرس الثوري الإيراني، الميليشيات اليوم اللي تتأسس في العراق، الميليشيات اللي أيضا تم تأسيس في سوريا في الواقع، أيضا ميليشيات على غرار الحشد وعلى غرار تنظيم حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن وحزب الله في العراق، كل هذه التنظيمات هي تنظيمات موازية للجيوش الوطنية، لكنها تؤدي وظيفة ترتبط عبر قياداتها بولاية الفقيه، بقوم، بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية اللي يعتبر نفسه قائد لكل الثورة الإسلامية بالعالم وليس في إيران فقط. هنا تكمن خطورة التهديد الفكري والبرغماتي والأيديولوجي والمذهبي والعسكري لأعمال العنف اللي تقودها إيران من أجل بناء إمبريالية، من أجل بناء إمبراطورية إسلامية مذهبية ليش لا تمثل الإسلام بشيء بقدر ما تمثل إسلام اللي يصدر للعالم من قوم، وبالتالي عبر هذا اللي يصدر من قوم ستتولد الحروب، لأن هناك أكثر من 1.5 مليار مسلم يرفضون نظرية ولاية الفقيه، وبالتالي تستمر إيران في شن أعمال العنف والحروب، وسيكون هناك حرب بالتأكيد مستمرة في عشرات السنين مذهبية مدمرة للعالم الإسلامي بفعل السياسة الإيرانية. أستاذ مازن، هل يجب على العراقيين اليوم أن يرضخوا إلى هذا الأمر وأن يؤمنوا بأن الحشد كل هذه القوة؟ لا، عملية الرضوخ مرفوضة أساسا، لأنه لا يمكن لدولة تدعي أنها تريد أن تبني دولة المواطنة وتحكمها الميليشيات وتسيطر عليها الميليشيات، والآن أصبحت الميليشيات هي دولة داخل الدولة، وبالتالي حتى خارطة الدولة مرسومة من قبل قيادات هذه الميليشيات، ويعلنون بأنهم هم القوة الحقيقية، وهم وقسم منهم يعلن جهارا بأنهم من سيشكل الحكومة هما من الحشد ومن الميليشيات، فبالتالي هذه الهيمنة تدلل على ضعف الحكومة وتدلل على ضعف رئيس الحكومة، ولو كان هناك رئيس حكومة قادر على أن يفرض هيبة الدولة كان تصرف، ولكن رئيس الحكومة هو جزء من هذه الميليشيات، هو جزء من حزب يقاد من قبل إيران، وبالتالي مطلوب من الشعب العراقي أن ينتفض على بكرة أبيه لرفض هذه الهيمنة وهذه السيطرة. الآن أخي العزيز، أصبحت الميليشيات والحشد لديهم من السلاح المتطور وسلاح نوعي يفوق حتى أسلحة الدولة، وهذا باعتراف قيادات عسكرية في وزارة الدفاع في أكثر من مرة يقولون لدى الحشد أسلحة تفوق في نوعيتها عن أسلحة الجيش، وهذا دليل على أنه هذا التسليح لأغراض معروفة ولخدمة أجندة معروفة، فبالتالي هذه الهيمنة لم تكن اعتباطا، من وفر الغطاء لهذا الحشد أن يكبر وأن ينمو، المرجعيات الدينية وأيضا حكومة المنطقة الخضراء التي تؤتمر بأوامر قاسم سليماني. ولذلك نعم، الآن العراق يخضع بالمطلق لسيطرته، بدليل أنه تقريركم في بداية الحلقة أشار أنه حتى الحدود، حدود الدولة، أصبح الحشد هو من يدعي أنه يدافع عن حدود العراق ويتجه إلى حدود الدول الأخرى، وهذا دليل على ضعف الدولة وضعف الجيش، والحقيقة أصبح الجيش ساند للحشد وليس العكس كما قال تقريركم. طيب دكتور غازي، اليوم ميليشيات الحشد الشعبي
تتعامل مع حكومة بغداد على أنها هي صاحبة القرار وأنها هي صاحبة السلطة، ما الذي ساهم في إعطاء أو في رضوخ حكومة بغداد للحشد أو في تسليم سلطتهم إلى الحشد أو في هيمنة الحشد على الحكومة؟ نعم، يعني هذه الظاهرة ترتبط أساسا في طبيعة وظاهرة الفساد بالعراق. نعم. وارتباط أيضا الميليشيات من 2003 لليوم وحتى قبل تأسيس الحشد كما أشار الأستاذ مازن، ارتباطها بالميليشيات أصلا اللي تأسست وظهرت مرتبطة بالأحزاب السياسية، واللي يقود عملية الفساد المالي الكبرى في العراق هذه الأحزاب السياسية عبر تحالفها مع الميليشيات العسكرية المسلحة. إذن اللي يحمي الفساد المالي أو أداة حماية الفساد المالي والسياسي والإداري في العراق هي منظمات الحشد أصلا، يعني الفصائل والسرايا وغيرها، لأن هي جزء من هذه العملية للفساد المالي والإداري والسياسي. إذن هذا التشابك بين الحشد كمؤسسات كميليشيات كفصائل غيرها مع القيادات الحزبية هو جزء من الوظيفة الأساسية لهذه الأحزاب اللي ترتبط أصلا في الأجندة الإيرانية وفي الاستراتيجية الإيرانية. لا يمكن فصل حزب الدعوة أو المجلس الأعلى أو غيرها من التشكيلات السياسية التي جاءتنا من طهران، لا يمكن فصلها عن الميليشيات التي كانت أصلا مؤسسة قبل الاحتلال ومرتبطة بهذه التنظيمات السياسية أو التي تأسست بعد الاحتلال، فهي تؤدي وظيفة مشتركة متداخلة لخدمة الاستراتيجية الإيرانية على صعيد الشرق الأوسط وتهديد أمن الخليج وشمال أفريقيا ودول مهمة بعينها في آسيا وفي أفريقيا أيضا. أستاذ مازن، حيدر العبادي موظف انتخبه الشعب العراقي، وصل بصفقة سياسية، وصل بتزوير، لكنه موظف يجب عليه فعل بعض الأمور المناطة إليه، منها فرض هيبة القانون والدولة. لماذا لم يحاول العبادي ومن سبقه فرض هيبة الدولة على كافة الفصائل المسلحة الحكومية وغير الحكومية؟ ما يكون رئيس الدولة شخصية وطنية متحرر من القيود والضغوط الخارجية ولديه قدرة على صنع القرار ولديه إرادة وطنية، أما عندما تكون الحكومة سواء برئيس الوزراء أو من معه يرتبط ارتباط بحكومة أجنبية ودولة أجنبية ويأتمر بأوامر أجنبية وهو يخضع بالمطلق إلى إيران، فكيف يستطيع هذا أن يقوم بدوره كرئيس وزراء وقادر على أن يبني دولة أو هيبة الدولة؟ سيد الفاضل، رئيس الوزراء هو أضعف حلقة بالعملية السياسية، لأنه العملية السياسية تقودها إيران، والدعامات الميليشيات هي من يقرر مصير العراقيين الآن، وبدليل أنه راح أضرب لك مثل كيف أنه رئيس الحكومة ضعيف وغير قادر على على الميليشيات وعلى الحشد. عندما اختطف القطريين في العراق ماذا كان دور رئيس الوزراء؟ كان دوره وسيط بين الميليشيات وبين دولة قطر، ويحاول أن ينزل من السعر، بدل 3 مليارات يكونون 2 مليار، وحقق انتصار أنه قدر أن يقنع الحشد والميليشيات أن تطلق سراحهم مقابل فدية. هذا هو رئيس الوزراء في العراق، فهذا دليل على أنه هو ضعيف أمام الحشد وهو جزء من 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 هذه الميليشيات، وبالتالي يعني كيف لرئيس وزراء هو غير قادر أن يخرج من العباء الإيراني وهو ينتمي إلى حزب معروف تاريخيا ارتباطه بإيران ويقاد من إيران وكان يقاتل مع إيران حرب العراقية الإيرانية، فبالتالي مثل هكذا شخصية لا يعول عليها أن تستطيع أن تبني دولة المواطن أو أن تحجم دور الميليشيات، أو ربما حتى لو مثل ما تقول أنه جاء عن طريق الانتخابات وهي انتخابات نعرف كيف صارت وكيف جرت وكيف تم اختياره، فبالتالي العبادي ومن معه غير قادر على أن يقول لا للحشد. وأضرب لك مثل آخر ليس بالبعيد، عندما ذهب الحشد إلى الدور وحقوا أكثر من 100 محل وأكثر من 100 بيت و800 شخصية اختطفت من أثناء الدور، خرج حيدر العبادي قال هذه الممارسات نتيجة ميليشيات خارجة عن القانون، ليس تحت سيطرة القانون، ووزير الدفاع قال هناك مندسين يتجاوز العدد 2000 غير قادرين على أن نعرف من هم، وهناك من صرح بأنها ميليشيات وقحة. هذا هو حال الحكومة ومن هو على رأس الحكومة. نعم، مشاهدينا الكرام، برنامج حوار سياسي مستمر لكن بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبدأ معك دكتور غازي. دكتور حيدر العبادي خرج بعد إعلانه النصر على تنظيم الدولة بتصريحات رنانة توسم الشعب بها خيرا، إحداها أنه لن يسمح للحشد الدخول في العملية السياسية أو الدخول في الانتخابات، ولن يسمح لأي جهة لديها ميليشيا أن تدخل في الانتخابات. لكننا اليوم نجد أن مفوضية الانتخابات بالأمس قد وافقت على 62 قيادي ومسؤول من الحشد حصلوا على الترخيص للدخول في العملية الانتخابية. يعني كيف سيكون الوضع بعد الآن؟ نعم، يعني أكيد السيد العبادي لاحظنا يطلق تصريحات إيجابية مهمة فعلا من 2014 عندما طلق برنامج للإصلاح السياسي الاقتصادي إلى آخره، لكن عمليا على صعيد الأفعال النتائج محدودة جدا. اليوم ننتظر أولا من السيد العبادي ووفق وعوده بوجود استراتيجية شاملة لتصفية الفساد المالي أن نذهب إلى الأفعال فعلا، لأن دون القضاء على الفساد المالي المستشري بصورة مخيفة في النظام السياسي والاقتصادي والمالي العراقي لا يمكن الحديث عن دولة مدنية وأمن واستقرار في العراق أو حتى عن ديمقراطية مستقبلا. إحنا اليوم في ظل نظام يأخذ شكل استبدادي شمولي خطير جدا، وهناك تيارات أيضا تدعو إلى جعل هذا النظام قريب أو على غرار الموديل الإيراني اللي هو مذهبي عنصري متعصب إقصائي لكل القوى الأخرى والأديان والمذاهب. على أي حال، نحن أمام وعود وخطابات من قبل السيد العبادي، ننتظر أن تتحول هذه الوعود إلى برامج واستراتيجيات حقيقية. لحد اليوم نحن لا نسمع إلا وعود على صعيد الكلمات. الانتخابات القادمة أكيد إذا ما جرت ستشوبها الكثير من عناصر أو عوامل التزوير والتشوه. نعرف تماما القانون الانتخابي لحد اليوم هو كالقانون القديم ولم يعدل، يجب تعديل القانون، يجب تعديل طبيعة المفوضية العليا للانتخابات اللي هي واحدة من أسباب التزوير بسبب وجود الممثلين للأحزاب المشتركين في العمل السياسي في هذه المفوضية، وأيضا بسبب شيء خطير آخر اللي أشار إلى الدكتور نديم الجابري هو وجود الكوتا الحزبية والسياسية في هذه المفوضية. فأنت إذا تحصل على 1000 صوت أو 2000 صوت أو 200 ألف صوت لك مقعدين مخصصة والآخرين لهم 3 مقاعد و10 وهكذا. إذن هذه ليست ديمقراطية، هذه ليست حرية في التعبير عن الرأي وانتخاب الأحزاب اللي تمثل حقيقة الشعب العراقي. هذه عملية لتحديد نتائج الانتخابات مسبقا، وبالتالي الانتخابات في العراق لا تمثل أي نموذج ديمقراطي إطلاقا ولا تمثل مستقبل العراق الحقيقي. ما يتعلق بال 62 شخصية، يعني أنا أحب أشير أن كثير منهم بالتأكيد قبل من ما يذهبون لتنظيمات أو قيادات الحشد هم كانوا في مجلس النواب، كانوا في وزارات الدولة المختلفة، كانوا في قيادات الأحزاب. نعم. المشكلة ليست في الأشخاص، أنا بالنسبة لي المشكلة في المنهج. احنا نبحث عن منهج مدني ديمقراطي. إذا كانت هذه الشخصيات تمثل مناهج فاشية دموية استبدادية يجب إقصائها عن العملية السياسية والانتخابات أيا كان منصبها، سواء كانت بالميليشيات أو لم تكن بالميليشيات، أو كانت حتى في قيادات الأحزاب المدنية أو في البرلمان أو غيرها. أنا اللي يهمني منهج هذه الشخصيات. أنا المنهج اللي موجود اليوم هو منهج استبدادي شمولي فاشي، وبالتالي كل هذه القيادات التي تقدم لي هذا المنهج يجب أقصاها من العملية السياسية. وأذكر بما شار إلى السيد الصدر قبل أيام وقال لقد فشلت جميع الأحزاب الدينية من 2003 لليوم، ويجب عدم مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات القادمة، بمعنى يجب أن تظهر طبقة من التكنوقراط من المتخصصين العراقيين السياسيين الاقتصاديين الماليين لقيادة هذا البلد، بدلا من هذه المجموعة اللي تحولت إلى مافيات مالية وسياسية
في العراق واللي تمثل الأحزاب السياسية المذهبية المتعصبة مع الأسف. طيب أستاذ مازن، القضية اليوم أن هنالك 62 مسؤول في الحشد سيدخلون إلى الانتخابات، هنالك 11 حزبا جديدا شكلتها الميليشيات وافقت عليها مفوضية الانتخابات وصدق على تسجيلها، إذا ما دخلوا العملية السياسية كيف تتوقعون مستقبل العراق؟ هو أساسا هؤلاء كانوا جزء من العملية السياسية، ربما قد لا يكونون بنفس الشخصيات التي الآن سجلت، لكنهم موجودين، بدليل أنه الميليشيات منذ الاحتلال ولغاية الآن ممثلين بحكومات الاحتلال التي شكلت. يعني أليس الآن وزير داخلية العراق هو قائد من قيادات بدر وغيره من الميليشيات اللي موجودة أيضا عندها وزراء بالدولة والنواب؟ فهم موجودين، ولكن يراد للحشد أن يكون وللميليشيات دور أكبر من السابق من خلال هذه الانتخابات حتى يشرع عن وجودهم بتشكيل حكومة تكون حكومة هي المسؤولة عن رسم السياسة الخارطة السياسة السياسية والعسكرية. الآن هم يتحكمون بالملف العسكري، فيريدون الآن أيضا أن يكون لهم دور في الموقف السياسي، لأن هذه هي منهجية إيران، تريد من الميليشيات في العراق أن يكونون نسخة من الحرس الثوري الإيراني الذي هو يتحكم في إدارة شؤون الدولة في إيران. وبالتالي يراد من هذه الانتخابات أن يكون قطار الانتخابات يصف في مصلحة الميليشيات والحشد. وقالها قيس الخزعلي قبل عام، قال والرئيس وزراء القادم سيكون من الحشد، وهذه لم تكن مجرد رسالة للاستهلاك المحلي بقدر ما كانت رسالة موجهة للحكومة وللبرلمان وللشعب العراقي بأننا قادمون وسنشكل الحكومة. وبدليل الآن الانفلات وظاهرة الخطف والنهب الذي يقوم به الحشد ولم يحاسب، أليس دليل على أنهم القوة القادرة هي من يحاسب ولا تحاسب، وهي من تحاكم ولا تحاكم؟ وبالتالي أنا أعتقد طبعا لا يستقيم الوضع بالعراق بوجود دولة الميليشيات وبوجود الطائفية وبوجود القضاء الفاسد. ولذلك ينبغي يعني حتى منطق الإصلاح، من يعتقد هناك ينبغي أن يكون إصلاح العملية السياسية فهو واهم، لا يستقيم منطق الإصلاح تحت ظل نظام فاسد بالمطلق بكل مرافقه. يجب إسقاط العملية السياسية، وهذه التي جثمت، ويكون التغيير جذري، عندها يستقيم منطق دولة المواطنة وإلغاء الطائفية وبناء دولة القانون وليس دولة الطوائف. الإسلام الحكومي الذي عايش شعبنا العراقي ثبت فشله نتيجة ما حصل من دمار وما حصل من خراب للعراق وللعراقي. دكتور غازي، أنت أشرت إلى أن الميليشيات أغلب قادتها كانوا من ضمن العملية السياسية وذكرت أمثلة على ذلك، لكن دخولهم في هذه الصورة يتيح لهم المنافسة على مناصب سيادية. هل العراق اليوم بحاجة لقادة ميليشيات تشكلوا بصورة غير شرعية مخالفة للدستور العراقي، تشكلوا من أجل قضية ما، قاموا بقتل الكثير من المواطنين الأبرياء، قاموا بهدم الكثير من المدن، قاموا بتدمير الكثير من المساجد والكنائس في العراق، كيف سيكون الوضع بدخولهم وتسلمهم لتلك المناصب؟ خطير، خطير جدا، لأن هذا يعني عسكرة النظام السياسي في العراق بصورة مكشوفة، جعل هذا النظام خاضع لأطراف متعددة متصارعة من هذه الميليشيات العسكرية المرتبطة بأجندات خارجية ومرتبطة أيضا باتجاهات مذهبية مختلفة، بمعنى أن العراق سوف يبقى ضمن إطار دائرة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. لكن دكتور، دكتور هنا يعني أصلوا إلى نتيجة أخرى وهي عسكرة النظام، عسكرة النظام الاحتلال الأمريكي الإنجليزي الذي قدم إلى العراق بموافقة أممية وموافقة دول كثيرين، كانوا يريدون إيجاد دولة مواطنة، دولة مدنية بعيدة عن الدولة العسكرية. كيف ستوافق هذه الدول على عسكرة النظام مرة أخرى؟ طبعا ما يحصل اليوم هو على النقيض تماما من السياسة الأمريكية أو وزارة الخارجية أو الإدارة الأمريكية عموما تجاه نظرتها للعراق. وهناك أحاديث كثيرة لمسؤولين أمريكان تشير إلى فشل الاستراتيجية الأمريكية في العراق فشل ذريع، ونتذكر تماما بعد 2011 ما سحب الجيش الأمريكي كيف استغلت إيران هذا الفراغ الواسع وملأت الفراغ. واليوم بعد دحر
دولة الخلافة الإسلامية أيضا هناك فراغ كبير إيران تستغله في الهيمنة على شمال العراق وتتحول إلى لاعب أساسي في شمال العراق وأيضا في مدن العراق المختلفة حتى في الموصل. اليوم هناك تنشأ منظمات ومقرات تروج للفكر الإيراني، أيضا هناك مدارس أنشئت تروج للفكر الإيراني مع الأسف، وهكذا إيران تحاول أيرنة العراق، أيرنة العراق ظاهرة خطيرة، وأيرنة سوريا وأيرنة المنطقة. نحن أمام منهج خطير. أحب أذكر أن هذه الأحزاب السياسية اللي تحكم العراق من 2003 اليوم هي وفق تصنيفات علم السياسة والنظريات السياسية للنظم السياسية هي أحزاب يمينية رجعية متخلفة. هذه الأحزاب لا تملك استراتيجية اقتصادية، لا تملك فكر سياسي، لا تملك نظرية اجتماعية. هذه الأحزاب لا تملك سوى استراتيجيات لنشر التخلف والبؤس والفقر في مجتمعاتنا والحروب. انظر شو اللي يصير عندنا بالبصرة، بالديوانية، بالناصرية، بالسماوة، بالحلة، بالنجف، بكربلة، بغداد، بالفلوجة، بالرمادي، بكل المدن العراقية هناك مظاهر البؤس والفقر. هذه الأحزاب لا يعنيها ولا يهمها مسألة الرفاه الاقتصادي والتطور الاجتماعي والعلوم والمعرفة، لأنها أحزاب يعني نعتبرها متخلفة، تنشر التخلف وتكرس ظاهرة الفقر، ولا تمتلك نظرة علمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. هي أحزاب فاشية، أحزاب تنظر نظرة لبناء أنظمة شمولية استبدادية وليس ديمقراطية. هنا يكمن التناقض الكبير. وإذا ذهبنا حتى للدستور، أن مقدمات الدستور تعبر عن فكر مذهبي متخلف، وهناك مواد تعبر عن فكر ديمقراطي متطور، وهذا ما شكل نوع من التناقض بين مقدمات الدستور والمواد الأخرى اللي موجودة بالدستور اللي تتناول مسألة الديمقراطية والاقتصاد. على سبيل المثال يتحدث الدستور عن اقتصاد السوق المفتوح، لكن عمليا لا توجد هذه النظرية الاقتصادية المهمة على صعيد التطبيق في العراق. هناك استحواذ لإيران لهذا الاقتصاد العراقي. طيب. هناك نهب لأكثر من 17 مليار نفط من الجنوب. هناك هيمنة على البنوك من قبل إيران. هناك الهيمنة على تبييض الأموال وسرقة أموال الشعب العراقي من قبل إيران. تدمير الزراعة هو بسبب إيران، شل الصناعة في العراق هو بسبب إيران من أجل احتكار السوق العراقي. إذن يجب إنقاذ العراق عبر إقصاء هذه الطبقة من الأحزاب السياسية التي دمرت الحياة السياسية والعراق من 2003 لليوم. أستاذ مازن، ميليشيات الحشد الشعبي اليوم ليست بالفقيرة، فهي تمتلك السلطة بجميع ما تعني هذه الكلمة من معنى، تمتلك الأمال، تمتلك القرار، تمتلك السلاح، تمتلك كل شيء. ما الذي تريده هذه الميليشيات من وراء إصرارها على دخول العملية السياسية؟ ماذا تريد من العراق بعد؟ تريد الكثير، لأنها لا تزال تشعر أنها قد تكون الرقم الصعب بالمعادلة السياسية حاليا بحكم ثقلها العسكري والدعم الغير محدود والاستثنائي من قبل إيران، وتعتقد أنه هناك أطراف تتقاطع مع مشروعها الطائفي ومشروعها التخريبي. فبالتالي من خلال هذه الانتخابات ومن خلال سيطرتها إذا وصلت على رئاسة الوزراء ستستطيع أن تهمش المهمش، وتستطيع أن تفعل أكثر من خلال الجهة، يعني من خلال الحالة الرسمية التي ستمتلكها، وبالتالي تريد أن تسيطر بالمطلق سياسيا وعسكريا وثقافيا، سيما وذكر الأستاذ غازي كيف تمارس إيران سياسة التثقيف من خلال المدارس الدينية التي فتحت بالعراق والتي تغذي النفس الطائفي والسموم للأطفال بالروضة أو بالمدارس، وتغيير المناهج كيف يتم عملية تغيير المناهج بمرار، إضافة إلى أنه نشر الطقوس المرفوضة دينيا وشعبيا. فتريد هذه الميليشيات وصولها إلى تريد الإمعان في تدمير العراق وإذلال الشعب العراقي؟ أكيد تريد الإمعان، لأنها هي وجدت لغا هذا الهدف، يعني وظيفتها هو تدمير العراق. هي لم توجد الميليشيات اللي غرض بناء دولة المواطنة. وأساسا أنا أعود حتى على سؤالك عندما قلت أمريكا تريد دولة مدنية. لا، أمريكا ما كانت تريد دولة مدنية بالعراق. لو كانت تريد دولة مدنية بالعراق ما أسست العملية السياسية على أساس طائفي،
على بنتها على الأضلاع الثلاثة سني شيعي كردي، وكان الهدف هو تفتيت المجتمع، وكان الهدف زرع الطائفية. ولذلك أمريكا هي من هيئت الفرصة بإيران أن تتوغل وتمارس دورها في تمزيق وقتل العراقيين، فكانت أمريكا هي الحارس لهذه لهذه الميليشيات أن تقوم بهذا الدور. ولذلك السلطة بالنسبة للميليشيات هي تمتلك السلطة الآن وتعتبر نفسها أقوى حتى من الحكومة، ولكن تريد أن تأتي بغطاء رسمي من خلال ما يسمى بالانتخابات المزعومة، وعندما تفوز ستقول للعالم هذه حكومة منتخبة، وما يعني هو المالكي ألم يدمر العراق، وبالتالي هؤلاء إذا دمروا العراق هو نفس المدرسة ونفس المنهج. نعم دكتور غازي، هل تعتقدون أن منصب رئاسة الوزراء هو حق لميليشيات حشد الشعبي، تحديدا لميليشيا العصائب كما يقول قيس الخزعلي والمتحدث باسمه؟ هذه نظرة تعسفية في الواقع. الديمقراطية لا تحدد لشخصيات أو لأحزاب بعينها، وأيضا احنا يجب أن ننتبه أن الديمقراطية في العراق منقوصة. الديمقراطية في العراق مزورة، فمن يصل عن طريق الانتخابات اللي هي عليها ملاحظات كبيرة جدا جدا في مجال التزوير وفي مجال يعني تحريف النتائج وغيرها، وحتى طبيعة القانون الانتخابي وغيرها من التفاصيل وقانون المفوضين الانتخابي، هناك ملاحظات كبيرة من قبل مختلف الخبراء والقضاة اللي شاركوا أو عملوا في إطار العملية السياسية. إذن نتائج هذه العملية السياسية، نتائج الانتخابات اللي ستحصل في السنة القادمة، بالنسبة من وجهة نظري هي ليست نتائج ديمقراطية أولا. اثنين، إذا جاءتنا بأحزاب وفق الكوتا وأعطتها مقاعد كبيرة لتعتبرها يعني أغلبية على سبيل المثال، لتعطي الحق لهذه الأغلبية للتشكيل أو لتأسيس أو لاستحواذ على منصب رئيس الوزراء، فبالتالي هذا لا يعني منصب سيادي ديمقراطي بقدر ما هو ترتيب الأمور من قبل المفوضية. لذا أنا أعتقد يجب أن يكون رئيس الوزراء إنسان مدني تكنوقراط وطني، وكذلك مجلس الوزراء وحتى مجلس النواب يجب إبعاد الأحزاب المذهبية الدينية عن الحياة السياسية. لا توجد اليوم دولة ديمقراطية في العالم أو دولة حديثة في العالم تحكم فيها أحزاب دينية. أعطيني مثل واحد في كل أنحاء العالم باستثناء إيران هو دولة دينية، حتى في تركيا على سبيل المثال اللي هي دولة مدنية واللي يحكم هنالك أدلة كثيرة دكتور غازي على العكس مما يقولونهم، ويؤكد كلامك ما قاله أو ما قالته أوروبا في القرون الوسطى عندما خرجت وقالت إذا أردتم أن تزدهر أوروبا ابعدوا الدين عن السياسة، وبذلك فصلوا الكنيسة عن قيادة الدولة وقيادة أوروبا فازدهرت أوروبا. أستاذ مازن، البرلمان العراقي نجده اليوم يغض البصر عن قضية مهمة جدا، وهي أن دخول الميليشيات إلى العملية السياسية يعارض الدستور. لماذا لا يتكلم بهذا الأمر؟ وهل البرلمان في يوم ما كان عنده بصر يعني على قضايا أخرى؟ ماذا قدم البرلمان العراقي منذ تأسيسه ولغاية الآن؟ ألم يكن هو جزء من المشارك بما يحصل من جرائم؟ ألم يكن هو شاهد زور؟ ألم يكن جزء من هذا البرلمان هما أعضاء في هذه الأحزاب البائسة التي دمرت العراق، والبعض منهم يفتخر أنه يهرول إلى إيران لكسب ود إيران عسى أن تقبل ترشيحه وتقبل دعمه وتقبل أن يكون رئيس أو نائب رئيس البرلمان. هذه حقيقة البرلمان. البرلمان عديم اللون والرائحة والطعم. ماذا قدم البرلمان؟ أين كان البرلمان عندما ذبحت الفلوجة؟ أينما كان البرلمان عندما منعوا أهل الأنبار أن يدخلوا إلى بغداد إلا بكفيل؟ أين هو البرلمان عندما ذبحت الحويجة، ذبحت الحويجة وقتلت الناس أمام مرأى البشر؟ أين هو البرلمان من كل هذه الجرائم؟ البرلمان ملته كيف ينهب وكيف تتوزع الامتيازات فيما بينهم، وقالها أحد أعضاء البرلمان وكل العالم سمعها، قال كلنا حرامية بما فيهم المتحدث. هذه حقيقة البرلمان. لا يوجد برلمان بالعراق. هذا البرلمان هو
جزء لا يتجزأ من هذه العملية المحكومة أمريكيا وإيرانيا. وكل هؤلاء الذين بالبرلمان أسروا على حساب الشعب العراقي ويقولون نحن نمثل السنة والسنة يذبحون، ويقولون نحن نمثل الشيعة والشيعة في الجنوب يأكلون يشربون الماء الآسن والبطالة متفشية في كل العراق والأمية. فأي برلمان؟ أنا لا برلمان بقدر ما أنه هذا البرلمان هو جزء من عملية التخريب التي أرادها الاحتلال، والذي بقى هذا البرلمان هو الوجه الكالح لهذه العملية السياسية. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مازن التميمي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حوار السياسي. دكتور غازي، في سؤال أخير إذا سمحت لي، الحل في العراق اليوم، نحن اليوم في نهاية عام آخر، نهاية عام يجب أن يفكر العراقيون في بدء عام جديد ربما يكون عام خيرا عليهم، كيف هو الحل برأيكم؟ نعم، هناك اتفاق عام بين مختلف المثقفين، القوى السياسية المختلفة، أن هذه العملية السياسية التي نشأت منذ 2003 لليوم هي ذهبت إلى فشل ذريع وكبير، وقادت العراق إلى هذا الدمار الشامل والانهيار الاقتصادي والفساد المالي والإداري. إذن يجب تفكيك هذه العملية السياسية، تفكيك هذه العملية وإعادة بنائها بصورة جذرية، إجراء بعض التعديلات المهمة في الدستور، بناء دستور ديمقراطي لنظام ديمقراطي حقيقي بعيد عن العراق، عفوا بعيد عن الإقصاء، بعيد عن العنصرية المذهبية، بعيد عن التمييز المذهبي، عراق يقود مشروع وطني عراقي شامل عابر للطائفية، عابر للقوميات، عابر للعنصرية، إعادة بناء الاقتصاد العراقي صناعة وزراعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي، إعادة بناء المجتمع، العلم، التعليم، المستشفيات، البنية التحتية، إيجاد مقومات الدولة، يعني إعادة بناء العراق لكي يكون دولة حديثة ديمقراطية تلعب دور حاسم في مجال السلم والأمن في الشرق الأوسط. الأكاديمي والدبلوماسي العراقي الدكتور غازي فيصل، كنت معنا في حوار سياسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. في الختام مشاهدينا الكرام، أنهينا عاما آخر والعراق يرقد على فوهة بركان، هذا البركان أوجده سياسيو الاحتلال الذين قدموا على ظهر الدبابة الأمريكية، أولئك الذين قدموا وساهموا في دمار العراق، وساهموا في إيجاد مبدأ المحاصصة الطائفية المقيتة، وهذه المحاصصة التي دمرت العراق والعراقيين. في نهاية عام 2017 أطلب من جميع أبناء الشعب العراقي ليس كمقدم برامج، ولكن كعراقي، كمواطن، كأخ، كابن لجميع العراق والعراقي، لجميع العراقيين عفوا، أطلب منهم أن لا يلتفتوا إلى هؤلاء، وأن يقفوا وقفة رجل واحد أمام هذه الهجمة الشرسة، وأمام المحاصصة الطائفية، وأمام العملية السياسية ضد حيتان الفساد، ضد المحاصصة الطائفية، ضد الظلم، وأن يبنوا عراقا جديدا، عراقا لكل العراقيين، عراقا تحفظ فيه الأرواح والأنفس، وتحفظ فيه كرامة الناس وكرامة العراق، وأن يعود العراق كما كان. على أمل اللقاء بكم من جديد في عام جديد، في حلقة جديدة وبرنامج جديد وضيوف ومواضيع جدد. أتمنى لكم أطيب التحيات، أنا محدثكم أفل الصقر، ومن خلف الكاميرا كادر البرنامج، السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير.